بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام، وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي، فبينما هم كذلك إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فدحرت الشياطين من السماء ورموا بالكواكب، فجعل لا يصعد أحد منهم إلا احترق، وفزع أهل الأرض لما رأوا من الكواكب، ولم يكن قبل ذلك. وقال إبليس: حدث في الأرض حدث، فأتي من كل أرض بتربة فشمها، فقال لتربة تهامة: ها هنا حدث الحدث. فصرف إليه نفرا من الجن، فهم الذين استمعوا القرآن. وأخرج ابن جرير وابن مردوية والإمام البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء حرسا شديدا، ورجمت الشياطين، فأنكروا ذلك فقالوا: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. فقال إبليس: لقد حدث في الأرض حدث. فاجتمعت إليه الجن فقال: تفرقوا في الأرض فأخبروني ما هذا الخبر الذي حدث في السماء. وكان أول بعث بعث ركب من أهل نصيبين، وهم أشراف الجن وساداتهم، فبعثهم إلى تهامة، فاندفعوا حتى بلغوا الوادي، وادي نخلة، فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة، فاستمعوا، فلما سمعوه يتلو القرآن قالوا: أنصتوا. ولم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أنهم استمعوا له وهو يقرأ القرآن، فلما قضي يقول: فلما فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرين، يقول مؤمنين. وأخرج الواقدي وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء ورموا بالشهب. وأخرج الواقدي وأبو نعيم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه السلام حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بها. وأخرج الإمام البيهقي في الدلائل عن الزهري رضي الله عنه قال: إن الله حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم، انقطعت الكهنة فلا كهانة،
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قال حرست السماء حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يسترق السمع فأنكرت الشياطين ذلك فكان كل من استمع منهم قذف وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الجن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون من السماء فلما بعث حرست فلم يستطيعوا أن يستمعوا فجاءوا إلى قومهم يقول للذين لم يستمعوا فقالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وهم الملائكة وشهبا وهي الكواكب وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يقول نجما قد أرصد له يرمى به قال فلما رموا بالنجوم قالوا لقومهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله يجد له شهابا قال من النجوم رصدا قال من الملائكة وفي قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض قالوا لا ندري لما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤمنوا به ويتبعوه فيرشدوا أم لأن يكفروا به ويكذبوه فيهلكوا كما هلك من قبلهم من الأمم قوله تعالى وأنا منا الصالحون الآيات أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك يقول منا المسلم ومنا المشرك كنا طرائق قددا قال أهواء شتى وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قول الله طرائق قددا قال المنقطعة في كل وجه قال وهل تعرف العرب وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الشاعر ولقد قلت وزيد حاسر يوم ولت خير زيد قددا ولقد قلت وزيد حاسر يوم ولت خير زيد قددا وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله كنا طرائق قددا قال أهواء مختلفة وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه في قوله كنا طرائق قددا قال مسلمين وكافرين وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن السدي رضي الله عنه في قوله كنا طرائق قددا قال يعني الجن هم مثلكم منهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض قالوا لن نمتنع منه في الأرض ولا هربا وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلا يخاف بخسا ولا رهقا قال لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله
فلا يخاف بخسا قال ظلما من حسناته فينقص منها شيء، ولا رهق قال ولا أن يحمل عليه ذنب غيره. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه فلا يخاف بخسا ولا رهقا قال لا يبخس شيء من عمله ولا يحمل عليه ذنب غيره. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومنا القاسطون قال العادلون عن الحق. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ومنا القاسطون قال هم الظالمون. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله ومنا القاسطون قال هم الجائرون، وفي قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا قال لو آمنوا كلهم لأوسعنا لهم في الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة قال أقاموا ما أمروا به لأسقيناهم ماء غدقا قال معينا. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الآية، يقول لو استقاموا على طاعة الله وما أمروا به لأكثر الله لهم من الأموال حتى يفتنوا بها. ثم يقول الحسن رضي الله عنه والله إن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكذلك، كانوا سامعين لله مطيعين لله، ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر ففتنوا بها فوثبوا بإمامهم فقتلوه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة قال طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا قال لأعطيناهم مالا كثيرا. وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى ما أنغدق قال كثيرا جاريا، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر تدني كراديس متلفا حدائقها كالنبت جادت به أنهارها غدقا. تدني كراديس متلفا حدائقها كالنبت جادت بها أنهارها غدقا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدي رحمه الله قال قال عمر وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، قال حيث ما كان الماء كان المال، وحيث ما كان المال كانت الفتنة، حيث ما كان الماء كان المال، وحيث ما كان المال كانت الفتنة. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رحمه الله في قوله لأسقيناهم ماء غدقا قال لأعطيناهم مالا كثيرا. وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك في قوله لأسقيناهم ماء غتقا قال كثيرا والماء المال. وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله ماء غدق قال عيشا رغدا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لنفتنهم فيه قال لنبتليهم به، وفي قوله ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا قال شقة من العذاب يصعد فيها.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه في قوله لنبتنهم فيه قال لنبتليهم فيه حتى يرجعوا إلى ما كتب عليهم، وفي قوله عذابا صعدا قال مشقة من العذاب، وأخرجها الناد وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله نسلكه عذابا صعدا قال جبلا في جهنم، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله عذابا صعدا قال لا راحة فيه، وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله في قوله عذابا صعدا قال عذابا لا راحة فيه، وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله عذابا صعدا قال صعودا من عذاب الله لا راحة فيه، وأخرج هناد عن مجاهد وعكرمة في قوله عذابا صعدا قال مشقة من العذاب، وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ يسلكه بالياء، وقوله تعالى وأن المساجد لله أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأن المساجد لله قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال قالت الجن يا رسول الله إذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك، فأنزل الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول صلوا لا تخالطوا الناس. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك، أو كيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك، فنزلت وأن المساجد لله الآية. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله وأن المساجد لله الآية قال إن اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بربهم فأمرهم أن يوحدوه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص الدعوة لله إذا دخل المسجد. قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أخرج ابن مردوية وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى نواحي مكة فخط لي خطا وقال لا تحدثن شيئا حتى آتيك، ثم قال لا يهولنك شيء تراه، فتقدم شيئا ثم جلس، فإذا رجال سود كأنهم رجال الزط وكانوا كما قال الله كادوا يكونون عليه لبدا.
وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن، ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزبير بن العوام مثله، وأخرج عبد بن حميد والترمذي وصححه، وابن جرير والحاكم وصححه، وابن مردوية والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما أتى الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فعجبوا من طواعية أصحابه له، فقالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يدعو إليه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما قام النبي صلى الله عليه وسلم تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من ناوأه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه قال في قول الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قال: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، ويدعو الناس إلى ربهم، كادت العرب تلبد عليه جميعا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كادوا يكونون عليه لبدا، قال: أعوانا. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله: يكونون عليه لبدا، قال: جميعا. وأخرج عبد بن حميد من طريق أبي بكر عن عاصم القارئ رحمه الله أنه قرأ يكونون عليه لبدا بكسر اللام ونصب الباء، وفي قوله: لا أقسم بهذا البلد، مال اللبدا برفع اللام ونصب الباء. وفسرها أبو بكر رضي الله عنه فقال: لبدا كثيرة، ولبدا بعضها على بعض. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم رحمه الله أنه قرأ: قل إنما أدعو ربي بغير ألف. وأخرج ابن جرير عن حضرمي قال: ذكر لنا أن جنيا من الجن من أشرافهم ذا تبع قال: إنما يريد محمد أن نحيره وأنا أجيره إنما يريد محمد أن نجيره وأنا أجيره،
فأنزل الله تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد. وأخرج ابن مردوية والإمام البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط علي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان ألا أرحلهم عنك يا رسول الله؟ فقال إنه لن يجيرني من الله أحد. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله في قوله ولن أجد من دونه ملتحدا قال ملجأ. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله ولن أجد من دونه ملتحدا قال لا ملجأ ولا نصير إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال فهذا الذي يملك بلاغا من الله ورسالاته. وفي قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال فإنه إذا ارتضى الرسول اصطفاه وأطلعه على ما يشاء من غيبه وانتخبه. وأخرج ابن المنذر وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال أعلم الله الرسل من الغيب من الغيب الوحي وأظهرهم عليه مما أوحى إليهم من غيبه. وما يحكم الله تعالى فإنه لا يعلم ذلك غيره. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين حتى يبين الذي أرسل إليهم به، وذلك حين يقول أهل الشرك قد أبلغوا رسالات ربهم. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله إلا من ارتضى من رسول قال جبريل. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية من القرآن إلا ومعه أربعة من الملائكة يحفظونها حتى يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الملائكة الأربعة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا من ارتضى من رسول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقي الشيطان في أمنيته يدنون منه، فلما ألقى الشيطان في أمنيته أمر من يتنحوا عنه أن يتنحوا عنه قليلا ليعلم أن الوحي إذا نزل من عند الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال وما جاء جبريل بالقرآن إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة.
وأخرج ابن المنذر عن إبراهيم النخعي رحمه الله في قوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال الملائكة يحفظونه من الجن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.